السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة ووصفة جديدة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا وين ما كنتوا بأي وقت عم بتتابعونا فيه. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة الأناناس بأسهل طريقة وأبسط مكونات. رح نحكي المكونات سريعا لننتقل لطريقة العمل. بداية أنا رح أستعمل قالب الإنجليش كيك، وأنتوا بتقدروا تستعملوا بايركس أو قالب كيك عادي، أي نوع من القوالب بتقدروا تستعملوها لهالوصفة. عندي كوب من السكر، 3 حبات من البيض، نص كوب من الزبدة الطرية، نص كوب من السكر البني، قرفة، رشة ملح، فانيلا ومعلقة بيكنج باودر. عندي كمان شرائح من الأناناس، مية الأناناس، وكوبين من الطحين. هاي هي مكوناتي بكل بساطة، وهلأ رح ننتقل لطريقة العمل. أول خطوة رح نعملها اللي هي القاعدة اللي رح تكون لكيكة الأناناس. رح ناخد أول شيء الزبدة. الزبدة لازم ندخلها على الميكرويف أو بغلاية على النار، نخليها تسخن وتوصل لدرجة الغليان. فأنا رح أدخلها على الميكرويف من 2 لـ3 دقائق لتدوب وتبلش تغلي لحتى ندوب فيها السكر البني. وهلأ بصحن اللي رح نخلط فيه المكونات رح ناخد السكر البني، واللي مش موجود عنده السكر البني ومش حابب يعمل هالخطوة بيقدر يكرمل سكر عادي ويحطها قاعدة بالقالب. رح ناخد ورق الزبدة ونغلف القالب، وحاولوا إذا موجود عندكم ورق زبدة ضروري بهالخطوة. هيك بعد ما حطيت ورق الزبدة بأي طريقة أو بأي شكل بيجي معاكم، المهم يكون قاعدة. رح ناخد الزبدة وهي سخنة نضيفها فوق السكر البني. رح نحركه مباشرة لحتى يدوب السكر مع الزبدة، وإذا حسيتوا إنه السكر ما داب بنرجع مندخل صحن الزبدة والسكر مع بعض على الميكروويف لحتى يدوب. حنضل نحرك فيه ليصير معاي القوام سائل. هلا انا حابه احط نكهه القرفه داخل هالوصفه، فرح اخذ مقدار معلقه صغيره نضيفه فوق السكر والزبده. هلا رح ناخذهم ونصبهم بالقالب. رح نرتبهم بالقالب مزبوط، ورح ناخد هلأ شرائح الأناناس ونرتبها بالقالب بالشكل اللي أنتوا بدكم إياه. بتحبوا تقسموها، بتحبوا تحطوا القطعة كاملة زي ما أنتوا حابين. بعد ما رتبنا قطع الأناناس بهالشكل رح نخلي القالب جاهز جنبينا حتى نجهز عليه خليط الكيك. ورح ناخد جات تاني نضيف فيه السكر، وبالنسبة للسكر أنا مستعملة هون نص كوب. إذا أنتوا بتحبوا طعمه حالي أكثر بتقدروا تستعملوا كوب كامل. رح ناخد 3 حبات من البيض، ورح ناخد الفانيلا السائلة ورح نخفقهم ليصير لون الخليط فاتح. بالنسبة للبيض والسكر لازم نحول البيض من اللون الأصفر الغامق للأصفر الفاتح قبل ما نضيف المكونات الثانية، ونتأكد إنه السكر داب مع البيض.
وبعد ما تغير معاي لون البيض رح ننتقل للمكونات الجافة. رح ناخد كوبين من الطحين، رح ناخد البيكنج باودر. طبعا انا الطحين والبيكنج باودر نخلتهم قبل ما احطهم بالصحون، وانتوا اذا مش منخلينهم نخلوهم فوق البيض. رح ناخد رشة صغيرة من الملح لحتى نعادل طعم السكر، ورح نخفق ورح نخلي مية الأناناس جنبينا إذا احتاجت سوائل، رح نضيف عليها من مية الأناناس، وحنخلي جزء من مية الأناناس لحتى نشرب فيها الكيكة بعد ما تطلع من الفرن. رح نفضي المضارب ورح نيجي للخطوة اللي بعديها. رح نصب الخليط، خليني أشوف أورجيكم قوامه. قوامه خفيف من جوا ولكن مش كتير مرق، يعني شوي تقيل. رح ناخده ونصبه بالقالب ونحاول نعبي 3/4 القالب. رح ناخذ القالب ونساوي السطح تبعه، هلا هناخده ندقه لحتى نطلع منه قطعات الهواء، هنخليه على جنب. هناخذ مفرمه، سكين، رح ناخذ باقي حبات الاناناس اللي ما حطيناهم بالقالب، رح نفرمهم مكعبات زي ما انتو بتحبوا، صغيرة او كبيرة، وبتقدروا الحبة نفسها تقطعوها من النص وتحطوها من فوق لحتى تعززوا طعم الاناناس اللي يكون من جوا الكيك. انا رح افرم فرم ناعم لحتى يضل منه جزء فوق وجزء ينزل لجوا الكيك. رح ناخده ونوزعه فوق القالب بهالطريقة. هلا بعد ما حطينا الاناناس ما رح نعمل ولا اي شيء على القالب. لما يدخل على الفرن وبتبلش الكيكه ترتفع، جزء منه الصغار حيضلوا على الوجه والجزء اللي تقيل شوي رح ينزل لجوا الخليط. هذا اللي انا بدي اياه بهالوصفه. اذا انا بدي اياهم كلياتهم يضلوا على الوجه رح نفرم كلياتهم مكعبات صغيره لحتى ما يكون تقيل وينزل لجوا. الفرن حامي على درجة حرارة 180، رح يدخل هالقالب على الفرن لمدة نص ساعة. أول ما يستوي بنختبره بعودة الأسنان ونشم ريحته، طلعت بنختبره بعودة أسنان مش بشوكة ولا بسكين. مستوي رح نطوله وننتقل للخطوة اللي بعديها، وهلأ رح ندخلها على الفرن نص ساعة ونرجع لكم لنكمل باقي الوصفة. ورجعت لكم بعد ما طلعتها من الفرن وخليتها شوية تهدى، لساتها سخنة. رح ناخد سكينة أو شوكة نحاول نعمل فيها فتحات بسيطة ونشربها تشريبة بسيطة برضو من مية الأناناس. طبعا قبل ما نقلبها لسه وقبل ما نشيلها من ورق الزبدة. المقدار مية الأناناس إذا من البداية ما استعملتوا منها حطوا العلبة كاملة، والمقدار اللي أنا حطيته هلأ تقريبا نص كوب. راح نتأكد إنها تشربت كل المي. وهلأ رح ناخد صحن اللي رح نقلب عليه ويكون جاهز للتقديم.
رح نرفع القالب وهلا رح ناخذ نزينها. انا هون حاطه عرق اخضر ورح ناخذ شويه من الكرز الاحمر لحتى نكسر اللون تبعها. وهيك بتصير الكيكة اللي جهزناها مع بعض جاهزة للتقديم. عملنا مع بعض كيكة الأناناس، وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى وصفتي تعجبكم. تابعوني أنا الشيف أحلام عبد الله من مطبخ الأحلام يوميا على قناة اليرموك.